وبركاته، والصلاة والسلام على المصطفى. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا إياه، سبحانك أنك أنت العليم الحكيم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة إحنا بنتعامل مع 14 درجة. التعبير الإبداعي والتعبير الوظيفي نسمي بالله ونسيب اللي في إيدينا بقى خالص، وكل الناس مع الصبور. أول حاجة أنا هبدأ بالتعبير الإبداعي اللي هو الموضوع الكبير، مش هنتكلم على الإجباري، إحنا بنبدع الأول. التعبير الإبداعي بيجي ثلاث موضوعات، موضوعين وقصة. أول حاجة أنت هتبعد عن القصة حتى لو جت في الاتحاد، يبقى أنت مش هتختار قصة، أنت هتختار موضوع من موضوعين. كويس، سيبك من الموضوع المهم إيه؟ الموضوع المهم إيه؟ هقول لك هنتكلم مع بعض دلوقتي. قبل ما نقول الموضوع المهم إيه؟ الأهم من كده، أنت إزاي توصل لأعلى درجة ممكنة في التعبير؟ هتسمع الكلام، هتقول أحلى كلام في الورقة، هتعمل واعي لما تشاء. هطلع لي ورقتين في ورقة الإجابة اللي بيسلمها لك يكونوا قدام بعض. وبتصدر التصديرة العادية خالص بالمسطرة. تختار موضوع وليكن مثلا الاتحاد من أجل الأزمة الاقتصادية مثلا. واسيب لي 2-3 صمت الأفكار شرطة مايلة، وانزل ب7-8 أفكار ما يزيدش عن الكلام ده. وكلمة الموضوع ما بين شرطتين وابدأ أشتغل. الكلام مختلف عن سنة أولى سنة وثانية سنة وكتير جدا جدا في سنة ثالثة. أول حاجة، ممنوع منعا باتا كتابة أي مقدمة محفوظة سواء كانت دينية أو غير دينية. يعني كل المقدمات المحفوظة بتنقص عليها درجات في الامتحان. لو تلاحظ في التصحيح الأربع ورقات في مظروف ورا بعض، الأربع ورقات كان دي مقدمة واحدة، لازم العيال تنقص درجات، مش يديك درجات على المقدمة، ده بينقصك درجات على المقدمة. طب أنا عايز مقدمة جامدة، هديك أنا بقى من الآخر خلاصة الكلام. خير مقدمة تبدأ بها هي مقدمة من رأس الموضوع. يعني مثلا أنا بتكلم على الاقتصاد المصري، كاتب لك سطرين في رأس الموضوع، تاخد رأس الموضوع وتقوم عامل بيه مقدمة 3 سطور. ده أحسن مقدمة تكتبها، وهي دي من شروط الامتحان. أقول لك حاجة أنت ما تعرفهاش، لما رأس الموضوع بيكون قصير في الامتحانات، صغير، بيكون الامتحان غير مواصف أو غير مطابق للمواصفات. يقول لك لازم رأس الموضوع يكون طويل. السببين، السبب الأولاني إن الطالب الواعي بس، الطالب الواعي بس هو اللي يكتب مقدمة من رأس الموضوع. السبب الثاني الأفكار. الناس تقولي ما بعرفش أشتغل في الأفكار، هقول جملة تحفظها لحد آخر يوم، هتقرأ رأس الموضوع، كل كلمة برأس الموضوع تستخرجها وتعمل بها ذكر من الأفكار، هتلاقي 8 أفكار ببساطة خدم في صباعك. يعني كل كلمة من رأس الموضوع وانت بتقرأ تاخدها وتعمل بها ذكر من الإيه لها من الأفكار. طيب يبقى انت بتعمل 7 أو 8 أفكار وبتكتب كلمة الموضوع، وبعد ما بتكتب كلمة الموضوع بتاخد رأس الموضوع اللي فوق وتعمل لي بيه مقدمة عالية جدا جدا. فخير مقدمة تكتب هي مقدمة من رأس الموضوع. طب الأفكار، مش هتكتب لنا أفكار؟ لا طبعا مش هكلفك بحفظ أفكار، انت مش هتحفظ. انا قلت كلام واضح قدام الناس، تمسك رأس الموضوع اللي فوق اللي هتجيب منه المقدمة، كل كلمة تقابلك تعمل بيها فكرة من الأفكار. أصدق ما فيش أحسن من كده ولا أسهل من كده. في فكرتين ثابتين معاك في أي موضوع أنت هتكتبه، دور الفرد والمجتمع ورأي الدين. إذا الفكرة دايما الـ6 والـ7 أو الـ7 والـ8، دور الفرد والمجتمع ورأي الإيه لا الدين. طب ما هو ساعات دور الفرد والمجتمع ورأي الدين ما ينفعش في أي موضوع، أنت صح بس هينفع السنة دي، وهو ممكن ما ينفعش في الموضوع، هينفع، خلي بالك معايا. يبقى دور الفرد والمجتمع ورأي الدين، دول فكرتين ثابتتين في الامتحان، مفيش كلام. إذا أنت كده معاك الـ6 والـ7، لو عايز تكتب 8 معاك الـ7 والـ8، اللي هما دور الفرد والمجتمع ورأي الإيه؟ ورأي الدين. آمنا بالله؟ هتكتب مقدمة محفوظة عليك نفسك. حتى المقدمة اللي كنت تتكلم في سنة أولى سنة وثانية سنة، رب اشرح لي صدر ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ما عادش ينفع الكلام ده معاك خالص.
أمنا بالله؟ أستاذ يعني مقدمة محفوظة ترقص؟ أمال اللي يحفظ موضوع تعبير؟ ده ربنا يتولاه برحمته خلي بالك يا معلم. اللي يحفظ موضوع تعبير ده ربنا يتولاه برحمته صح؟ ده تصحيح. الدرجات هتبين والمرة تكتب الغطاس هنشوف. خلصت؟ المقدمة؟ أيوه. هننزل بقى الأخطار، ركزوا لي قوي 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 في الحتة دي. أنا عايز الموضوع كله على هيئة فقرات. زي البراجرافات بتاعتي الإنجليزي كده. كل فقرة تسيب لي 1.5 سم من الأول فاضيين. مش شرط 1.5، أنا أقصد مسافة يعني. وتبدأ تشرح. تخلص الفكرة في الفقرة المعينة وتحط نقطة وتبدأ نفس الكلام. تبدأ كله على هيئة فقرات وكل فقرة تسيب لي 1.5 سم ولا 1 سم كده في الأول. يبقى ده بالنسبة لشرح الأفكار. عملنا بالله؟ تمسك كل فكرة زي ما بقول لك وتعمل كده، تسيب لي 1 سم كده في الأول ولا 1.5 سم وتمسك الفكرة تشتغل فيه وتحط نقطة، تمسك الفكرة تشتغل فيه وتحط نقطة. ده موضوع التعبير. كويس. ممنوع منعًا بتًا الشرط. عايز تشطف قلم رصاص وحتة كده أهو. طيب. الأخطاء اللغوية، لو قعدت أتكلم طول النهار خلي بالكم من الأخطاء اللغوية، خلي بالكم من الأخطاء اللغوية، مش هتخلي بالك. ولكن عشان أجيب لك من الآخر أنا أقول لك أنت بتنقص على إيه؟ أنتوا بتنقصوا من الأخطاء اللغوية في ثالثة ثانوي على 3 حاجات. بص أنا دلوقتي بشرح لك التعبير مش بطريقة الأسئلة، ده أنا بديكي التعبير بطريقة نموذج الإجابة. بتنقصوا في همزة الوصل والقاطع، كلمة استعمال همزة وصل درسناها عشان مصدر سداسي. فالواد يقول لك استعمال يوم حاطط همزه، هي بتتكتب بهمزه ولا الف وسط؟ الف وسط. وهي تنطق ولا تكتب؟ اللي يكتب لي همزه تنقص عليه، دي اكتر حاجه بتنقص عليه، همزه الوسط والقطع. تمام. طب ايه كمان؟ ركزوا معايا، دايما خليك بالشبك اهو، عارف ان في كلمات تتحط لها همزه وكلمات ما ينفعش تتحط لها يا جدعان؟ همزه، دي بتنقص لو استطع بتصحيح النقص. حاجه كمان، الهمزات رسم الهمزه أبناؤه وأبنائه همزة على واو، همزة على الصدر، همزة على ربرة، تنقص طبعا. حلقة الرابع غير النصب غير الجر خالص. فما تقولي أبناؤه وأبناؤه غير أبنائه اللي هي همزة على ربرة. أيوه. يبقى فعلا رسم همزات. التاء المربوطة والهاء المربوط إن كلمة أخرها إيه أو كلمة أخرها تيه. فيقولك أخلاقه وعلمية وسياسية وأخلاقية. خلي بالك إن في فرق بين الهي والتي. دي أكتر حاجات بتنقص في التصحيح في الأخطاء اللغوية. بتستخدم علامات الترقيم قدر المستطاع. أنا مش هقول لك يعني حاجات مضنية، أنا هقول لك لما تيجي تسأل سؤال وأنت بتكتب تقوم حاطط علامة استفهام. تيجي تقول جملة تعجب تقوم حاطط علامة تعجب. كلام متصل تحط فصلات. خلصت الجمل تحط نقط، ودي بتكون غالبا النقط في نهاية كل فكرة أما بتشرحها في 3-4 سطور. أمنا بالله. الاستشهاد، أنا عايز علامتين تنصيص في الاستشهاد، لازم علامات تنصيص أهو. وخلي بالك يستحسن، أنا بقول يستحسن بالقلم الرصاص أكتبه، أوعى تحط خط بالقلم الرصاص تحت الاستشهاد. ويستحسن الاستشهاد يكون في الصفحه اللي هي هناك عشان تكون واضحه، ويكون في نص الصفحه علامتين تنصيص، وبعد ما تكتب الايه او بيت الشعر تقوم حاطط تحتها خط من قلم اللي هي قلم الرصاص. امين بالله. ده بالنسبه للاستشهاد اللي انا بقول لك عليه. الخاتمه، اوعى تكتب خاتمه محفوظه، لازم الخاتمه تبدا بكلمه وخلاصه القول ادنى، دي نهايه الكلام ايه، ونقوم نلخص الموضوع كله في 4 سطور في الاخر. يعني انت مثلا بتتكلم عن الازمه الاقتصاديه او عن العمل اللي بيه سينتعش الاقتصاد. احنا في فتره محتاجه تكاتف من الشعب، اتحاد من الشعب عشان ننهض بمصر من الازمه اللي فيها. تقول لي وخلاصه القول ان، وتقوم نتكلم على الكلام ده في 3-4 سطور. اقل حاجه للتعبير 2 في ظهرهم 2 في ظهرهم واحده كمان مثلا. طب ده كتير؟ مش كتير ولا حاجة. انت عندك الورقة الاولى خلصانة اصلا، وبعدين انت بتتبع خطوات. طالما الافكار موجودة يبقى مش هتكتب 2 في ظهرهم 2 في ظهرهم 2، ده انت تكتب 2 في ظهرهم 2 في ظهرهم 2 في ظهرهم 2. ليه؟ انت افكارك موجودة وعرفت انت بتجيبها ازاي. الافكار كل كلمة في رأس الموضوع
نصنع منها فكرة. مش هقول تاني كل كلمة من رأس الموضوع نصنع منها ايه يالا فكرة. مش هقعد اهني بقى كتير. كل كلمة في رأس الموضوع تعمل بقى فكرة من الافكار. وخير مقدمة هي شرح رأس الموضوع. ده خير مقدمة ابن بطال. ودي حتة مهمة خلي بالك منها عشان دي حتة بتتبع في التصحيح. لما بنلاقي ورقة متكررة مرة واثنين وثلاثة مقدمة واحدة يقول لك طالب ثالثة سنة وما ينفعش ما ينفعش ان هو يحفظ. طب اعمل ايه؟ نقصه على المقدمة. يبقى حتى مش هيحاسبك على ده ينقصك عليه. امنا بالله. الاستشهاد زي ما قلت انا بحط علامات تنصيص ومكتب الآية او بيت الشعر او الحديث الشريف وهم حاطط خط تحته بالقلم يا جدعان ها في الرصاص. كلام جميل. هنسيب سطر هنكبر خطنا على قد ما نقدر وهنسيب سطر وهنكتب بنظافه كده وعايز الموضوع يكون شكله نظيف. مصر دلوقتي في ازمه اقتصاديه. الازمه الاقتصاديه دي عايزه اتحاد وتكاتف بالناس. عايز عمل صارم عمل جاد. وحدث حدثين في غايه الاهميه حفر قناه السويس والمؤتمر الاقتصادي اللي عقد في شرم الشيخ وتسابقت اليه الدول. اظن الرساله وصلت. خلي بالك كده معايا تمام. اظن الرساله كده وصلت صح. اصحى بقى كده معايا وشوف. صلى على رسول الله. انا بتكلم عن الاقتصاد والعمل واديت مثالين. المثال الاولاني انا بقول المثال الاولاني مشروع حفر قناه الايه السويس. المؤتمر الاقتصادي ده مؤتمر عظيم تسابقت اليه الدول وكانت له نتائج مثمره. ايه النتائج؟ الحقيقة مش عارف بس هي مثمره. يعني ايه نتائج مثمره كانت؟ خلي بالك معايا. طبعا الحاجتين دول مش لازم يكونوا في راس الموضوع بس دي حاجات انت هتستشهد بيها في الموضوع. يعني الموضوع يجي بقى تكاتف الشعب المصري اتحاد تحالف الشعب المصري عشان نخرج من الازمه اللي احنا فيها. مش لازم يكون الكلام هو لفظ الموضوع ولكن الكلام ده انت هتشتغل بيه في الموضوع وده موضوع. طب هو بيجي موضوع واحد. اظن انا كاتب موضوعين على السبوره وقصه. الموضوع الثاني موضوع انت ملوش لازمه اصلا تفكر فيه. يعني ايه؟ يعني خلاصه الكلام لازم موضوع يكون مفاجاه للناس. انت بتخش الامتحان بتختار الموضوع مش الاسهل. انت بتختار الموضوع اللي انت مهيئ ليه يا نفسي. انا بقول مصر فضل الاتحاد وتكاتف وتحالف مع بعض. مصر عايز عمل واعي. مصر عايز عمل دؤوب. عشان ايه؟ عشان نرغب بالاقتصاد المصري. وقلت مثالين. قلت مشروع قناه السويس حفر قناه السويس والمؤتمر اللي عقد في شرم الشيخ وتسابقت اليه الدول. ده الشغل او الموضوع اللي انت مهيئ له نفسيا. احنا مش هنقول محضرينه احنا مش حافظينه مش هنكتبه محفظه ولكن احنا مهيئين كده للعمل والانتاج والكلام ده لان الانتاج ده هو اللي هيعالج الاقتصاد المصري. طول ما احنا ساكتين ما بنشتغلش ده. يبقى انت مهيئ للموضوع ده. لما تلاقي الموضوع التاني اسهل من ده هتكتب برضه في ده عشان انت مهيئ نفسيا. مهيئ نفسيا لازم موضوعات التعبير يكون موضوع انت مهيئ ايه نفسيا بحسب شطارتك وشطاره ليله الامتحان مع مدرسك. والموضوع التاني لازم يكون مفاجاه لكل الناس اللي هو بيشوفه لاول مره ما كانش يجي على باله خالص. انا دلوقتي قفلت لك زاويه من التعبير. الزاويه التانيه دي حاجه ما تخصكش. يبقى انا كده قفلت لك زاويه من التعبير وهي الانتاج بالعمل واستشهدت لك بمشروعين في اقتصاد مصر حفر قناه السويس والمؤتمر اللي هي بابا الاقتصادي. طب يا استاذ اكتب قصه. اوعى تقرب من القصه. التعبير الابداعي قدامك. قلت الشرط عندي فكرتين الثابتتين. حد يقول لي هما الفكرتين دول؟ الفرد والمجتمع وراي الدين. دولت اما تقولهم لطالب لو طالب ذكي شويه يقول لك دول مش بينفعوا في اي موضوع بس هينفعوا معانا السنه دي في الموضوع ان شاء الله اللي انت هتختاره. كويس. ده موضوع التعبير. اياك انك تكتب مقدمه محفوظه. وانا قلت ثلاث تحصيلات اهوت ولك ما تشاء براحتك. انا قلت الموضوع بسيط. ان انا اجيب لك اي ملخص او جاب لك منه ورقتين واقول لك اقعد احفظ. انا مالي وانا اللي بحفظ ما تحفظ.
بس انا بعرفك وخلاص عشان ما ترجعش تقول لي انا اتقصيت في التعبير جامد او رحت شفت ولاد تيتو مبينين في التعبير. طيب هدي مش نصيحه، انا هدي تعليمات مهمه جدا لفارق الاسامي. التعليمات دي مش موضوع اختياري، ده اجباري من كل الطلبه والطالبات اللي قاعدين قدامي. امنا بالله موضوع التعبير هيتعمل في اول الموضوع في اول ورقه. يعني انت لو هتسيب له الست ورقات اللي احنا قلنا عليهم مثلا هتسيبه وهتحله وهترجع له تاني. رقم 2 القصه، يبقى رقم 2 القصه. رقم 3 القراءه، يبقى رقم 3 القراءه. الجميع يراعي ترتيب الاجابات على ترتيب ورقه الاسئله. واسمع الكلام اللي انا بقول عليه. يعني ايه؟ سيبك من اللي يقول لك يا عم ابدا ده ورقه الاجابه انت حر فيها، انت حر في اجابتك، بس ما انتش حر في الراجل اللي بيصحح. ده مش امتحان درسي هصحح الامتحان كله. انا معاه موضوع تعبير مثلا. فبص رقم واحد مفيش موضوع تعبير. ممكن واحد ببلش بيديك سالب 14 خدام معايا. مش هيقعد يفر بالورق. طب يا استاذ ما هو في مراجعه، مراجعه للدرجات مش مراجعه للحل بتاعك. وكثير ما حدث هذا. ان طالب مثلا طالب شاطر ناس مثلا درس 20 درجه يفاجئ ان كان مش مرتب مثلا القصه والادب مثلا في الاخر ويفاجئ ان هم ما صححوش اصلا. اقعد بقى ناهي بقى وصححه وارفع قضيه ونموذج فني ولجنه من الوزاره. بص احفادك بقى ياخدوا الدرجات. لا احنا عايزين، انا كلام واضح اهو. عشان ايه؟ سيبك من يقول لك ايه جمد قلبك، يا تجمد قلبك في ترتيبك. يعني يقعد يقول لك انت ما دورت الاجابه بتاعتك اكتب في اي مكان. اسمع اللي انا بقول لك عليه. الترتيب عايز تسيب سؤال سيبه، بس ترتب له ورقته تحل السؤال تاني وترجع له. انتوا معايا ولا مش معايا؟ الترتيب انا بقول لكل الناس يراعى ترتيب الاجابات حسب ترتيب الاسئله. لك لحضره النبي تسمع الكلام في الحته دي عليه الصلاه والسلام، لان الناس المدرسين مش فاهمين حاجه. اللي شاف غير اللي سمع. انا بقول لك اهو انا شفت بعيني. تبص انت قاعد مثلا ما تجوش 20 درجه، يا ابني انت ما تنقص 6 درجات. يقول له والله لا ريحوش على ورقتي. يقول لي السؤالين ما تصححوش. يعني ما خدتش درجاته ما تقربوش اصلا من الاب الاحمر. طب ازاي يا ابني؟ اصل انا يا استاذ مش منظم. يبقى اللي بيصحح ما هوش غلطان، انت اللي غلطان. فانا الكلام واضح اهو. اولا التعبير، ثانيا القصه، ثالثا القراءه. او ثانيا القصه والقراءه زي ما بكتبها في الورقه. ترتيب الإجابة هيكون بترتيب ورقة الأسئلة اللي أنا شغال بيها قدام. أمين لله؟ طب موضوع التعبير ممكن أسيب له ورقات وأرجع له، ممكن تسيب له ورق ست ورقات وهترجع له تاني، بس لو أنت هتسيبه وترجع له تاني يبقى إحنا هنشتغل بالساعة بقى. يبقى هنقلع الساعات كده وكله هيروح بساعات، وهنقلع الساعات وهتتحط قدامك. ليه بقى؟ عشان الانسجام بيؤدي إلى الانهيار. يعني يخش قطعتين القصه، يا ده قطعتين انا محضرهم عارفهم، يقوم حل الاثنين ومطلوب تحل ايه؟ قطعه واحده. يا ابني يقول لك ما لهاش حد. يخش بالقراءه، محضر ثلاث دروس قراءه، يخش ليه درسين، هو عايز درس واحد، يخش ليه ايه؟ الفرحه مش يقوم حل الدرسين. يقوم داخل في نصوص الشعر، محضر ثلاث نصوص عايز منهم نص، يخش ليه ايه؟ نصين. طب يحصل كده على طول معايا انا بالذات؟ يقوم داخل حل النصين. ويقوم رايح ليه النحو سهل، يرجع يقول لك بقى 10 دقايق ما حلتش التعبير، يقعد يعيط يقص ما حلوش التعبير. ويقعد يتزلل بقى للراجل ويسرق ويجي يسرق قدام الدرس وبتاع، خاصة البنات. طب يقول لك الامتحان كان ماشي، انا مش انا اتحصلت وحكي الامتحان كان ماشي زي الفل معاك، ده الذنب والنصح. انا مش عارف ده ايه ده؟ ده انت خدت غدرك تعالى. انت غبي اه انا اعمل ايه؟ انت راجل غبي. انا وظيفتي انا معاك ايه؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ انا بقول حاجات مهمه من اول حصه مش هزار. اقسم بالله ده اللي بيحصل. يجي بعد الامتحان يقول لي اسوأ سؤال اتحل التعبير. طب ليه يا ابني؟ ده انت محضر وماشي عينك ومعاك افكارك ومعاك حاجتك وكله تمام. يقول لي ما انا اتزنقت دلوقتي. وفي الاخر الاسئله الاختياريه طالما السؤالين عجبوك، اصل انت بص خليك واعي. طالما انت حليت السؤالين ده مش معناه ان انت عايز درجه الاعلى، مفيش الكلام ده، معناه ان انت عارف تحل السؤالين. ما هما السؤالين بيجوا في وسطها بعض، ولو انت مذاكر الاولاني انت مذاكر الثاني. لو السؤال الاولاني فيه غلطه السؤال الثاني بيكون فيه غلطه، لو الاولاني فيه تسميع الثاني بيكون فيه تسميع. الامتحان بيتحط بالمسطره دي بالمسطره. مفيش كلام. فخليك واعي، انت معاك القطعتين.
لما تحرق لك ثلاث دقايق تقرا القطعتين احسن ما تحرق لك ربع ساعه في حد القطعه ملهاش لازمه. لا اقرا القطعتين السؤال رقم الف معنى الكلمات تمام، الاختيار يكون تمام حلو ب ده ب مش هسال. بعد ما راجع الاسئله الاولى اللي انا حليتها اسمعوا الكلام وافهموا وتعلموا. اللي بيجيب نهائيات ويقرب من نهائيات مش اشطر طلبه، اوعى طلبه في الحل. يعني في طلبه شاطره بس ما تعرفش تحل حاجة، مش اشطر طلبه اللي بتجيب نهائيات ولا بتعلى على السبعينات وال 75، ولكن اوعى طلبه في الحل. امنا بالله. التعبير الابداعي ما بيجيش اجباري، يعني بتيجي تختار منه بس انت اجباري لازم تختار، ولكن ما بيجيش قصدي موضوع واحد، بيجي ثلاث حاجات وانت بتختار موضوع واحد، وده بيكون رقم ب في الورقه، لان قلب بيكون التعبير الاجباري اللي هو الوظيفي. تمام؟ انت اخترت الموضوع وكتبته وخليت بالك من كل اللي انا قلته. اللي عنده اي سؤال في التعبير الابداعي اللي هو الموضوع الاساسي يقول لي عليه قبل ما ادخل في الوظيفه. الاسئله بقى الواحده نسيب سطر لسه ايه نسيب سطر. طب بعد ما اخلص كل فقره يا استاذ احط نقطه؟ احط نقطه. طب الاستشهاد احط علامات تخصيص؟ احط علامات تخصيص. تمام؟ ها انا عايز بقول حد عنده اي نقطه مش فاهمها في التعبير؟ نكتب في حدود كم سطر؟ كويس مش مشكلة لو حليت خمسة يسيب ورقة فاضية مش مشكلة. يعني يقول لي هو بيقول لي لو سبت ست ورقات تعبير وربنا كرم بخمس ورقات وسبت ورقة مش مشكلة عادي ما تقلقش. يعني أنا بسأل سؤال على فكرة يا جدعان أنا بتكلم. بص اسمع ركز معايا. ست ورقات ده بالطريقة اللي أنا عاملها لك أو اللي إحنا اتفقنا عليها الموضوع مش صعب زي ما أنت متخيل. أنت عندك سبع ثمان أفكار، هتجيب الأفكار من إيه؟ أولى ثالث رابع. كل كلمة في رأس الموضوع تصنع منها فكرة. اسمعها الجملة دي تاني كده. كل كلمة في رأس الموضوع تصنع منها فكرة. صعب يا جدعان ولا مثبت لك كام فكرة؟ حد يقول لي مثبت كام فكرة؟ ايه بقى هما الفكرتين؟ دور الفرد والمجتمع ورأي الدين ودور الدين في الكلام اللي احنا نقوله. أمين بالله؟ طالما أنا عندي ثمان أفكار بتكلم في كل فكرة أربع خمس ست سطور بخط كبير هتسحب معاك خمس ست طلقات غصب عنك مش بمزاجك. اللي خاتمة وخلاصة القول نقول أنت وتقوم كاتب أربع خمس سطور مضمون اللي أنت عملته كله باختصار شديد. في صعوبة؟ حد عايز يسأل سؤال في التعبير الإبداعي؟ تمام. يعني كده موضوع التعبير قول. لو حبيت ان انا ابدا فيه احط له مثلا الوقت قد ايه عشان ما ياخدش مني وقت؟ صلى على رسول الله. الامتحان اللي ان شاء الله السنه دي لو سمعتوا الكلام يعني اللي انا هقوله وذاكرته هيخلص بالظبط بالظبط بالنحو في الساعه و10 دقائق. هيكون معاكم ساعتين. انا راجل مجنون اهبل. ساعة وعشر دقايق ساعة والله خلصت الكلام مش هعدي على كده والله. لو مشيت سؤال سؤال كده انا حسبت الوقت كل فرع مش انا شفت السؤال انا بحسب وقت كل فرع في المادة يا غبي. يعني مثلا القصة 10 12 دقيقة طلع 10 12 دقيقة انت معايا؟ انا بحسب كده. النحو مثلا بتسيب تلت ساعة مثلا فتيجي تيجي تجمع الوقت تلاقي ساعة وربع ساعة 10 دقايق ساعة وربع. طب انا عندي ساعتين وربع انت هتقوم خامد التعديل وراجع تاني مراجع من الاول وتزود بقى اجاباتك اللي انت عاملها الاساسية قبل ما تحل الاسئلة الزيادة اللي انت عايز تحل. امين بالله. اصل انت ماشي يا ابني انا بقول ساعة وربع ولا ساعة 10 دقايق انا ماشي بساعة. يعني ايه؟ يعني انت قطع القصه مثلا الف ب د انت متخيل الف ب د انت هتقعد فيها قد ايه يعني؟ مفيش هتقعد فيها ايه؟ الف ثلاث اختيارات مثلا كلمات وب ود ج ممكن تكون نقطتين ممكن تبص تلاقي نفسك كلها اربع نقط بتحلهم. يعني لو قعدت في كل نقطه ثلاث دقائق تبص تلاقي القطعه كلها 12 دقيقه خلصت قطعه القصه. انت بقى هتقعد بقى تحلل في القطعه الثانيه انت حر. انا حذرت وقلت مش هقعد اعيد وازيد عشان صوري بقى انا قلت وخلاص اتفضل. انا دلوقتي واقف في الابداعي يعني احط اول ورقه ممكن ما هو طبعا عشان اجباري هي عايزه تسيب الورقه الاولى للتعبير الوظيفي ماشي لان الورقه الاولى اصلا كده كده بتيجي بتفرد كده اهو هسيب الورقه الاولى للتعبير الوظيفي امين بالله وامسك بقى اثنين في ظهر اثنين في ظهر اثنين دول بتوع التعبير اللي هي يا جدعان الابداعي امين بالله ده اللي بيجي الاول اجباري.
واد يقول لي طب ايه اجباري؟ ما بيحصل كل سنه. اقول له عملت ايه؟ يقول لي انت شرحت لي في الاجبار الرساله. جاب حلتها. طب الابداع ده اختياري ما خدتوش يعني ايه؟ انت بتضحك والله العظيم في عيال بنات وصبيان بتعمل كده. يعني ايه الابداع ما خدتوش؟ الموضوع كبير. يقول لك ما انا حليت الوظيفي ده مكتوب جنبه اجباري. ده مكتوب جنبه اختياري يعني بتختار حاجه منه مش تسيبه. انا هبدا تعبان ولسه في اول حصه ما تزهقونيش. انت عامل ايه ده؟ انت بتقول والله العظيم حصلت كذا سنه. يجي ولد ايه يا ابني عملت يقول لك الرساله خدت البرقيه. خدت البرقيه في الاجباري؟ اه. اقول له دي كانت اجباري اصلا. طب وبعدين؟ خدت البرقيه. ايوه طب وبعدين؟ طب بالنسبه اللي جاي يعني؟ يقول لك لا ده مكتوب جنبه ايه يا استاذ؟ مكتوبه. طب انت عندك القصه جنبها ايه؟ والقراءه جنبها ايه؟ والنصوص الشعر جنبها ايه؟ يعني صار يعني كده شرع عرض. ركزوا يا ابني احنا قلنا هنوقف في الاسبوع ده مفيش ايه. انت فاهم هنقول ايه؟ خلاص خلاص مفيش برشام في المنتجع مفيش برشام الاسبوع ده خالص ولا صبيان ولا اي حد. الناس بقى الخضره كلها الاساس دي كلها عشان تشتغلوا كده اسبوع سالكه كده بالصلاه على النبي. امين بالله. طيب صحصحه على الصبوره ده التعبير الابداعي ماشي. طيب الاستشهاد مش هسيبك برضه دايما. اربع عيال صغيرين اربع عيال شعر اربع احاديث كده مكتوبين في الورق على بص على كيف كيفك حاجات صغيره وحاجات هتمشي مع الموضوعات. امين بالله. اسمعوني بس على الصبوره ده قد 10 درجات من 14 درجه. كل الناس النهارده كانت متفاجئه يعني كله كان متخيل مثلا عامل 20 ورقه في التعبير وهتطلع عرقان وزهقان وما فيش الكلام ده. انا عامل لك عمود كده اهو في التعبير وكاتب لك بخط 14 و15 يعني مش لاقي هوامش بقى والورقه فيها 17 ما فيش الكلام ده يابا. هم 10 نصائح كاتبهم وموضوعين وشويه استشهادات. ادي التعبير الابداعي. في صعوبه؟ طيب صلى على رسول الله. التعبير الوظيفي. التعبير الوظيفي ده اجباري في الامتحان. التعبير الوظيفي بالظبط 14 نقطه. يعني لما تيجي تعد الرساله والتلخيص والاعلان والتقرير والدعوه واللافته والمناظره والطلب والشكوى تلاقي 14 نقطه. 14 نقطه دول بدوك في سنه اولى وسنه ثانيه في ليله الامتحان. فالمفروض بقى في ثالثه نامن بقى على 14 نحط كمان ثلاثه يبقوا 17. انا هشرح سته وهلغي ثمانيه من التعبير الوظيفي. يعني بص يا ابني هقول لك من الاخر. ليله الامتحان عندي بطريقتين. يا اما طريقه التلقين ودي بتعتمد على حفظك اللي قمت شيش لك دش ياما قوي لما تبقى العيال حلوه قوي واطلعه مش هحفظه الامتحان ده انا اعلمه المنهج في ليله الامتحان. وفي بقى كل خمس ست سنين كده بقابل دفعه من ذوي الاحتياجات الخاصه بقوم بقى ايه بقى؟ شايل كل حاجه وحاطط اهم حاجه خدت معاك. فطبعا عشان انا احط لك سبع ثمان ورقات تعبير مفيش. ده انا حاطط عمود تعبير وبقول ربنا يكرم وتقولوا ان شاء الله باذن الله. التعبير الوظيفي انا هشرح ست حاجات بس. طب يا استاذ الدعوه اللافته المناظره الطلب الشكوى. والله انا قلت رايي. انا هشرح ست حاجات بس في التعبير الوظيفي. هنتعلمها مع بعض ونركز فيها عشان ان شاء الله ان شاء الله لو حاجه جت منها ها نعرف نحلها. خلي بالك كده معايا. نبدا بالرساله. الرساله انا عايز كلمتين اتنين فيها. كلمه بسم الله الرحمن الرحيم رساله الى وتقوم كاتب لي ست سبع سطور في الرساله واسم المرسل. وممكن قبل ما تبدا الكتابه تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لان السلام والتسميه والبسمله اللي هي بسم الله من عناصر الرساله. انا عايزك تاخد ملاحظتين في الرساله مش اكتر. اكتب فيما لا يزيد عن سته اسطر. مثلا الباشا بيقول كم سطر؟ سته. يبقى انا هدي سته اسطر. وانت يقول لك انا بعرف اكتب 10 سطور. انت عامل صايع؟ ايوه. كان معاك قدامك اكتب 30 ورقه. انما ما تجيش هنا بقى تنرفزني. انا بقول تعبير وظيفي. عايز اعرف وظيفه اللغه عندك ايه؟ اقول لك فيما لا يزيد عن سته اسطر يبقى فيما لا يزيد عن بس. اكتب رساله رساله لشهداء الجيش المصري. رساله الى شهداء الجيش المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كاتب ست سطور. اسم المرسل
ما تكتبش ولا اسم ولا عنوان ولا اي حاجه، انت بتكتب اسم المرسل وخلاص. امنا بالله، اكتب رساله الى مصر ينهض بمصر بلا مقابل. تقوم كاتب رساله الى مصري ينهض بمصر بلا مقابل، او يعطي مصر او يحقق العطاء لمصر بلا مقابل، وتقوم كاتب الست سطور او السبع سطور اللي هو بيقول عليهم واسم المرسل وخلاص. الرساله بتكون موضوع تعبير مصدر، يعني هو حاجه كده زي ما بتاخد صوره لقطه من موضوع التعبير، بس انا عايز ست سطور يبقى ست سطور، سبع سطور يبقى سبع سطور. لازم تكتب كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، ولازم تكتب بعديها رساله الى استاذ. اسمع على كلمه المكان والزمان والمرسل اليه والكلام ده، الكلام ده حضار حمض في الامتحانات خلاص ما عادش. ما هو المرسل اليه اللي هو كلمه ايه؟ لا، رساله الى، انما ولا زمان ولا مكان ولا عايز اي حاجه منك، انا عايز الكلام اللي انا بقول عليه. امنا بالله. البرقيه لو سخرت الكلام وتكتب لي اسم المرسل اليه على اليمين فوق، عنوان المرسل اليه على اليمين فوق، نص البرقيه اربع كلمات ولا حاجه، واسم المرسل وعنوان المرسل اللي هو انت، وما تكتبش بيانات. طب استاذ، طب انت جبت هنا اسم وعنوان، اصل البرقيه اصلا بتبقى خمس كلمات او ست كلمات، فما فيش حاجه لو ما كتبتش اسم المرسل اليه وعنوان المرسل اليه، لو جبتش يبقى هتبقى فاضيه، انت بتعمل مربع صغير. البرقيه دي بتتحاسب عليها بالحروف لما تكتب عدد حد، فلازم البرقيه اللي تتجاوز اربع او خمس كلمات بالكثير. اكتب برقيه مثلا لصديقك مثلا في الخارج تدعوه لقضاء اجازه معك في الصيف، ادعوك للاستمتاع معي بالصيف، انت كده جبت خمس كلمات. يبقى اسم المرسل اليه صديقي، عنوان المرسل اليه مثلا لو اداك عنوان هتكتبه، ما اداكش خلاص، وتقوم كاتب الخمس كلمات اللي هو ادعوك لقضاء اجازه طيبه في الصيف، وتقوم اسم المرسل اللي هو انت وعنوان المرسل اللي هو انت، وما بتكتبش برضه اي بيانات ليك. امنا بالله. البرقيه هي شكل مصغر من ايه؟ لها من الرساله. صعبه؟ وانا رسمها لكم برضه في الايه؟ في المذكره. من الحاجات السهله جدا ابسط او علق، يوم جاي جمله بيقول لك علق عليها في خمس اسطر، ست اسطر، سبع اسطر. اما اقول لك سته اسطر ولا خمسه اسطر ولا سطرين برضه تلتزم. تبنى الاوطان او تبنى الاوطان بالافعال لا بالاقوال. اسمع الجمله، تبنى الاوطان بالايه؟ لا بالاقوال. اما اقول جمله زي دي واقول لك علق في سطرين او ابسط في سطرين، يبقى انت هتشرح في سطرين. نفس غلطه الرساله. الراجل يقول سطرين او ثلاث سطور والوقت يقوم شرحها لي في 10 سطور. هو بيقول لك اكتب سته اسطر، اكتب خمسه اسطر، اللي يقول عليها بيعاني الكتاب. الكتاب خير صديق، اكتب او علق على هذه الجمله باسلوبك. ايوه، انصر هذه الجمله، ابسط هذه الجمله في ثلاثه اسطر، اللي يقول عليه الكتاب. امنا بالله. اللي عكس التعليق التلخيص مع الاحتفاظ بالمعنى، وده سهل جدا. يقوم كاتب لك ست جمل، خمس جمل ورا بعض قطعه كده، ويقول لك لخص في سطرين مع الاحتفاظ بالمعنى. اللي كنا بنجيبها في النقل نقول عليها احذف عناصر ايه؟ التوكيل. احذف عناصر ايه؟ التوكيل. التلخيص ده يا جدعان بدون انت تقرا كل سطر وتشوف اللي انت ايه؟ فاهمه، وتكتبه باسلوب، ده اسمه التلخيص. يعني معنى كده ان التلخيص مش تحذف وخلاص عشان ما توصل المعنى. لذلك وعارف ان التلخيص فيه علته وحذف وخلاص. لذلك بقول لك لخص معايا يا جدعان، ها؟ مع الاحتفاظ بالمعنى. الناس نايمة، لخص معايا مع الاحتفاظ بالمعنى. بتقرا انت كل جملة وتشوف ايه اللي انت فاهمه من الجملة وتكتبه. تحسب بقى كل عناصر التوكيد، تحسب الاطلاق، الاطلاق اللي هي الكلمات نفس الايه؟ ها؟ المعنى. ما انت بتلخص بقى. امنا بالله. صعبة؟ حد يقول لي ايه الفرق بين كلمة الرسالة والبرقية؟ حد يقول لي ايه الفرق؟ ها، رسالة بسم الله رسالة إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لك في ملازين عن ستة أسطر، تكتب كام؟ ستة أسطر. طب خمسة أسطر، ها؟ خمسة أسطر. تحت، ها؟ اسم المرسل. ده مش المرسل، اسم المرسل اللي هو أنت. اسم المرسل اللي هو أنت. بس ما تكتبليش أسامي ولا عناوين. أمنا بالله؟
طب لو صغرت المربع وخليتها كلمتين في النص كده وخلاص يبقى اسمها ايه؟ مرضيه. فوق على اليمين اقصى اليمين اسم المرسل اليه وعنوان المرسل اليه، نص البرقيه ثلاث اربع كلمات وبعد كده اسمك وعنوانك اللي هو ايه؟ ها اسم المرسل وعنوان المرسل. اسمع، اسم المرسل وعنوان المرسل، ولا تكتب اسماء ولا تكتب عنوان. عاملين بالله؟ طيب ابسط وعلق. تبنى الاوطان بالافعال لا بالاقوال. اسمع، تبنى الاوطان بالافعال لا بالاقوال. علق في سطرين او ابسط في سطرين. تبسط في قد ايه؟ في سطرين. اللي يقول عليه التركيزه. لخص مع الاعتباط بالمعنى اللي انت تحذف عناصر ايه لها؟ التوكيد او الصرصره او الكلام الكتير. لخص تقرا وتشوف انت فاهم ايه. اعلان، الاعلان ده تعلن مدرسه كذا عن قيام رحله الى كذا بتاريخ كذا يوم كذا، قيمه الاشتراك كذا، وعلى من يرغب التوجه الاستاذ فلان مسؤول الرحلات. بلاحظ ان الاعلان فيه معلومات. امال الاعلان ازاي؟ مش انت بتعلن، انا بعلن مثلا عن رحله او عن قيام حصه مراجعه او عن اي كل حاجه، لازم اقول الزمان والمكان والوقت والقيمه، لازم كل حاجه في الاعلان، والا ما بقاش اعلان. ده انت لو بصيت في الفصل اللي انت بتمتحن فيها تلاقي فيه اعلان بتعلم. المدرسه معلقه اعلان على اي حاجه. اذا ده اسمه الاعلان. التقرير، انا اهم حاجه في التقرير، التقرير بيبقى مهم في ثالثه ثانوي وما بيجي في الامتحان عاوز يتبسط. المعلومات، التقرير ده بتاع الصحفيين. يعني ايه؟ اكتب تقرير في اي مكان انت رحت. لازم تكون فيه معلومات ويكون فيه تفصيل، انه في يوم كذا، الساعه كذا، قمنا بزياره كذا وكذا، وشاهدنا. بصوا انا كاتب في المذكره مثل التقارير الاخباريه. اسمع، مثل انا ما كتبتلكش تقرير في المذكره عشان يقول بيعتمد على المعلومات، انا مش عايز اجبرك على معلومات معينه. لذلك التقارير، كل الناس تقول لك تقرير عن رحله، تقرير عن رحله، تقرير عن رحله. انا ممكن اقول لك اكتب تقرير عن كتابك قراته واعجبك. طب ده مهم طبعا. اقرا كده، اكتب تقرير عن كتابك. هتقول لي مثلا انه في يوم كذا قمت بالذهاب الى مكتبة كذا وقرات كتاب كذا وكذا، كتاب او كتابين حسب اللي اقول لك عليه في راس السؤال. وقد اعجبت، وتكتب بقى اللي انت اعجبت بيه. انا بقول اهم حاجه في التقرير اعتماده على الايه؟ المعلومات. مثل التقارير الاخباريه التي نستمعها، زي الحاجات اللي انت بتسمعها كده في نشره الاخبار. ما ينفعش صحفي مثلا ينزل يعمل تقرير عن القدس مثلا وما يقولكش هو شاف ايه وعمل ايه وراح عمل، لازم كده. يبقى لازم عشان مثلا يعمل تقرير عن القدس لازم يقول هو زار ايه؟ اماكن ايه في القدس بالظبط؟ ايه الحاجات اللي عجبته وايه الحاجات اللي ما عجبتوش؟ طب هنتعرض لبعض القسوه، لبعض العدوات، ونتعامل معامله طيبه؟ لازم يكون في تفصيل وتحديد على اعلى مستوى. ده بالنسبه للتقارير. طب الطلب ما شرحتوش، طب الشكوى مش عايزه، طب اللافته زي ما بقول، طب اللي هي اللافته يعني، طب فين الكلام ده؟ المناظرة، أنا قلت اللي عندي في التعبير الوظيفي ولك أيضا ما تشاء. التعبير الوظيفي ده بيبدأ بيه وبيجي إجمالي في الامتحان، وبعد كده تختار حاجة من التعبير اللي هي ليه؟ ها؟ الإبداع. حد عايز حاجة في أنواع التعبير الوظيفي اللي أنا شرحتها؟ ها؟ طب حد يقول لي الرسالة بيكتب فيها إيه؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة هي كذا. السلام عليكم ورحمة الله. عايز ستة اسطر يبقى كام سطر؟ طب عايز اكتر يبقى اكتر حسب اللي يقوله. اسم المرسل اللي هو انت. طب ايه الفرق بين البرقيه؟ مربع في البرقيه واقول ها اسم المرسل اليه وعنوان المرسل اليه. نص البرقيه كم كلمه؟ ها اربع خمس كلمات، ما تزيدش عن كده، لان البرقيه حسابهم بالحرف، ما تزيدش عن الكلام ده. واسم المرسل وعنوان المرسل اللي هو سعادتك تحت. علق او ابسط في سطرين. تبنى الاوطان بالافعال لا بالاقوال. تمام، تشتغل بقى. لخص مع الاعتباط بالمعنى. اما بتلخص بتقعد تحسب وخلاص؟ ولا بتقرا وتكتب اللي انت فاهمه؟ ها؟ بنقرا ونكتب اللي احنا فاهمين. الاعلان مش هتكلم فيه كتير. التقرير، يراعى في التقرير الاعتماد على المعلومات، الاعتماد على المعلومات والتفصيل والتحديد لما تقول، والتفصيل والتحديد لما تقول. طب ما التقرير ازاي؟
هو لو لقيت العيلين من قلت لي يا ابني النبوي عمل تقرير هتقول لي انه في يوم كذا الساعه كذا قمنا بالذهاب الى النبوي وقد شاهدنا شاهدنا قد يكتب لي كل شفناه ثم تم عمل اجتماع لمناقشه ما تم انجازه وتقول بص عايز تفاصيل طبيه تفاصيل قضيه متعبه مبهجه في التقارير تكتب كل المعلومات اللي تعرفها في التقرير امنا بالله في مشاكل في التعبير بص نعم بالنسبه لايه لو جبت الامتحان يعتمد على نفسك يا بركه معاك بصوا على السبورة بصوا على السبورة عادل جدا دي اول واحد جاوب في اي مشكله في اللي احنا قلناه في اي مشكله في اللي احنا شرحناه العروسه اللي بتتكلم ولا بتكلم هتضايق كده وتدبس عليك طيب ال 14 درجه بتوع التعبير ده هو حاسس ان فيهم اي مشاكل الناس من تكلمني التعبير التعبير والناس تعبانه واستاذ احنا موجود كنا من بدانا من شهر واحد لغايه المنهج وخدنا تعبير لخمسه استاذ مش هتدينا ثلاث كتب تعبير استاذ مش هتدينا موضوع 50 ورقه نحفظه استاذ مفيش مقدمات مفيش مجلد تعبير فكك انا جبت لك الخلاصه اهو حد عايز حاجه في التعبير حد عنده اي سؤال في التعبير طيب افتح المذكره كده نقرا حاجه وترجع تاني مع بعض